بعد تجربتي لسنوات معدودات في العمل الخيري منذ انطلاق برنامجي وافعلوا الخير وما قدمه من مساعدات مختلفة للمعوزين والفقراء عبر ربوع الوطن، أطلق مجمع شروق مؤسسة الشروق الخيرية التي ستكون لبنة لتوسيع المساعدات للفئات المحرومة. المبادرة التي سنطلقها هي الإعلان عن مؤسسة الشروق الخيرية، وهي تقريبا المؤسسة الثانية في الجزائر من هذا النوع. نحن نعلم أنه كثير في البلدان المتطورة الآن هناك المؤسسات الصناعية أو الشركات الصناعية كلها عندها مؤسسات خيرية، فنحن اخترنا هذا الجانب وهو أن يكون لمؤسسة مجمع الشروق مؤسسة خيرية يهتم بالأمور الخيرية، محتاجين، فقراء، مساكين، ويهتم أيضا بالحالات المرضية. مؤسسة الشروق الخيرية وشركاؤها ستطلق في مستهل مهمتها النبيلة والإنسانية بتشييد عيادات متعددة الاختصاصات في ولايتي بومرداس ووهران، على أن تعمم التجربة بباقي ولايات الوطن مستقبلاً، حسب المدير العام المساعد لمجمع الشروق ومؤسس مؤسسة الشروق الخيرية رشيد فضيل. إعلان عن أول مشروع لمؤسسة الشروق الخيرية، وهو عيادة متعددة الاختصاصات ليستفيد منها المحتاجون والفقراء والمعوزون. هذه المؤسسة يعني في البداية ستكون، يعني عندنا الموافقة المبدئية لأن تكون في ولاية بومرداس وولاية وهران، على أن تعمم إن شاء الله في أكبر قدر من الولايات الوطنية. العيادة متعددة الاختصاصات راح يكون فيها مخابر لتحليل الدم، فنحن إن شاء الله راح بالتعاون مع الخبرات الجزائرية الموجودة في الخارج، وبالتعاون أيضا مع الخبرات الأجنبية خاصة التركية الآن اللي عندهم تقدم كبير في المجال الطبي، راح نستعين بهم في هذا المجال خاصة في مجال التجهيزات. قلت إذا راح يكون فيه تحاليل طبية، يكون فيه أيضا تصوير طبي، أشعة طبية، معنا الراديو والإيكوغرافي والإيكو دوبلير والإيرام، وهذا اللي راح يستفيدوا منهم هم من الذين يعني تعذر عليهم الحصول على موعد في المستشفيات العمومية. باقتحامها لمجال العمل الخيري يكون مجمع الشروق قد شيد صرحا إنسانيا سيكون قبلة للفقراء والمعوزين.